بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى في مقررنا حياة 4 حياة 318 للمرحلة الثانوية الصف الثالث الثانوي المسار العلمي مجموعة العلوم والرياضيات. اليوم إن شاء الله راح نتابع موضوعنا في دراسة الأنماط الوراثية المعقدة، فلنتابع ونبدأ بهذا النشاط. بنلاحظ في الشكل الظاهر أمامنا مخطط، هذا المخطط أتوقع أعزائي الطلبة مر علينا في الصف التاسع الثالث إعدادي، لكن اليوم إن شاء الله وفي دروسنا القادمة راح نتناول دراسته بالتفصيل. هذا المخطط لو تأملناه بنلاحظ أنه راح يظهر إلينا في هذا المخطط مجموعة من الكروموسومات. هذه الكروموسومات بتنتظم بهذا الشكل، كل اثنين مع بعض من الزوج الأول إلى الزوج رقم 22 ثم الزوج الأخير. فبالتالي هذا الشكل لو تأملناه بنلاحظ أنه بيطلق عليه، بالذات أني أشرت على الزوج الأخير، بيطلق عليه هذا المخطط بالمخطط الكروموسومي، لأنه يهتم وبيركز على دراسة والكروموسومات بحيث يعمل على تنظيمها بشكل أفراد أو أزواج متماثلة. ومن ثم بنلاحظ الزوج الأخير قاعد يرتبه، وفي هناك اختلاف في هذا الزوج، وهذا الزوج الأخير أحد الكروموسومات بياخذ شكل هذا الحرف والثاني بياخذ شكل هذا الحرف. فبالتالي بيظهر إلينا هذا المخطط الكروموسومي في الذكر، وفي هذا المخطط يمثل المخطط الكروموسومي في الإنسان. راح نتناول إن شاء الله في موضوعنا أنواع الكروموسومات اللي موجودة في خلايا جسم الإنسان، سواء كانت الجسدية أو الجنسية، وكيف تختلف هذه الكروموسومات. ومن ثم راح نركز إن شاء الله في موضوعنا أولاً على تمييز أنواع الكروموسومات، هذا أحد أهدافنا. أيضاً راح نركز بالتالي على وراثة الصفات المرتبطة بالجنس، وأيضاً راح بعد ذلك نتابع تطبيقات على وراثة الصفات المرتبطة بالجنس. أعزائي الطلبة، إن شاء الله نستمتع في موضوعنا ونبدأ بأول هدف، أنواع الكروموسومات. خذينا بشكل فكرة عامة في المخطط الأول إلا عرضناه في النشاط، فمنشوف إن في الإنسان سواء كان الأنثى أو الذكر خلية بتكون عبارة عن جسدية أو سواء كانت خلية تناسلية، بيوجد فيها 46 كروموسوم أي 23 زوج، لكن هذه الأزواج بتكون مرتبة على شكل أزواج متماثلة، يعني الـ 22 زوج الأول يسمى بالكروموسومات الجسمية، الكروموسومات الجسمية، خلنا أوضحها أكتبها مرة أخرى، كروموسومات الجسمية. أيضا في الذكر الـ 22 زوج الأول، وعادة بتاخذ هذه الكروموسومات هذا الشكل بهاي الطريقة، بتكون أشكالها بهذا الشكل كأنها بتاخذ حرف شكل إكس. فالـ 22 زوج الأول بيكونون يسمونها بالكروموسومات الجسمية، بينما الزوج الأخير اللي هو رقم
23 الزوج الأخير سواء كان في الذكر أو الأنثى، الزوج الأخير. هذا الزوج الأخير في الذكر بياخد حرف شكل X Y، بينما في الأنثى بياخد شكل حرف X وأيضا حرف ال X. فلذلك هذه الكروموسومات الزوج الأخير اللي بتمثل زوج رقم 23 يطلق عليها بالكروموسومات الجنسية سواء كان في الذكر أو الأنثى، يطلق عليها بالكروموسومات الجنسية. أعزائي الطلبة مرة أخرى لمزيد من التركيز أوضح لكم الفكرة. أنواع الكروموسومات مهم جدا أعزائي الطلبة نعرف أنواع الكروموسومات علشان نستطيع دراسة وتسهل علينا دراسة الصفات أو الأنماط الوراثية المعقدة الأخرى، منها وراثة الصفات المرتبطة بالجنس. فبالتالي لابد أن نميز في البداية أنواع الكروموسومات في الخلايا عندنا الحية. فبالتالي راح نشوف في هناك نوعين من الكروموسومات، سواء كانت هذه الخلايا أركز أو أرجع مرة أخرى جسدية أو تناسلية. الأساس الوراثي للإنسان 46 كروموسوم 2N أي 23 زوج. فبالتالي هذه الكروموسومات راح ترتب في الخلايا إن الـ 22 زوج الأول من رقم 1 إلى الزوج رقم 22 سواء كان في الأنثى أو في الذكر. هذه الكروموسومات سوف تأخذ شكل حرف X وبالتالي تسمى بالكروموسومات الجسمية. أكتبها مرة ثانية لتتضح، الجسمية. الجسمية. بينما الزوج الأخير رقم 23 في الأنثى يأخذ حرف شكل X و X، بينما في الذكر بياخذ الكروموسوم الأول شكل حرف X والثاني شكل حرف Y. هذا الزوج الأخير يسمى بالكروموسومات الجنسية. هذه الكروموسومات عزيز الطالب أبغيك تركز عليها في أشكالها وفي عددها في الإنسان سواء كان في الذكر أو الأنثى. لماذا؟ لأن الصفات والأمراض الأخرى اللي راح ندرسها راح ترتبط بهذه الكروموسومات. أهمها نبدأ الصفات المرتبطة بالجنس. ماذا نعني بالصفات المرتبطة بالجنس؟ الصفات المرتبطة بالجنس هي الصفات اللي بيكون جيناتها الوراثية محمولة، بتكون جيناتها الوراثية محمولة على كروموسوم X وليس كروموسوم Y. بتكون الجينات المسؤولة عنها محمولة على كروموسوم X وبالتالي تسمى بالصفات المرتبطة بالجنس أو الصفات المرتبطة بكروموسوم X. لماذا؟ أكرر عزيز الطالب، لأن مثل هذه الصفات مسؤول عنها جين، والجين عادة الجينات المسؤولة عن الصفات الوراثية محمولة على الكروموسومات. كيف محمولة على الكروموسومات؟ لأن الكروموسوم عزيز الطالب أذكرك في درس الأمس عبارة عن DNA ومواد بروتينية مرتبطة مع بعض بتكون لي هذا التركيب اللي يسمى بالكروموسوم، ومن ثم بيكون هناك هذا الكروموسوم X اللي هو يمثل لي الزوج الأخير في عندنا الخلايا سواء كانت الجنسية أو التناسلية. نشوف أن الزوج الأخير اللي هو عبارة عن كروموسوم X بتكون موجود عليها هذا الجين وبالتالي تسمى بالصفات المرتبطة بالجنس، موجودة على الزوج الأخير من الكروموسومات الجنسية وبالذات كروموسوم X. وبما أن الذكر كم كروموسوم X واحد عنده؟ الذكر عادة الزوج الأخير عبارة عن X و Y، بينما الأنثى خلني أوضح أيضا وبالشكل، الأنثى
وهذا رمز الذكر. الأنثى عندها X و X، بينما الذكر عنده X و Y. فبالتالي الأنثى راح يكون عندها جينين مال الصفة، بينما الذكر عنده كروموسوم X واحدة، فبالتالي راح يحمل جين الصفة بيكون بصورة فردية. فبالتالي منلاحظ أن الذكور بما أن عندها X واحدة فبالتالي راح تتأثر بهذه الصفة، خاصة إذا كانت الصفة المسؤولة عنها في هناك جين متنحي يساعد في ظهور هذه الصفة أو في ظهور هذا المرض. فإذا امتلك الذكر جين متنحي واحد فيمكن يؤدي ذلك إلى ظهور هذه الصفة. نوضحها بالأمثلة علشان تسهل علينا الدراسة. فنبدأ إن شاء الله. مثلا عندنا وراثة صفة عمى اللونين الأحمر ويا عندنا الأخضر. بعض الأشخاص لا يستطيعون أن يميزون بين اللون الأحمر واللون الأخضر، بل يرون هذا اللونين على شكل لون رمادي، فما عندهم قدرة على تمييز هاي اللونين. لماذا؟ لأن في هناك جين إذا امتلك الشخص أي حمل الصفة المتنحية أي امتلك الجين المتنحي، في هذه الحالة سوف يظهر عليه هذه الصفة. نوضح توارث هذه الصفة اختلافه في الذكور وفي الإناث في الإنسان. فمنلاحظ في الذكور بما أن الذكر أو الرجل بيكون التركيب الوراثي إليه X Y والأنثى X و X، فوجدوا بأن الشخص اللي بيحمل الجينات السائدة والجين السائد لهذه الصفة بيرمز إليها بالحرف B، بالحرف B، والجين المتنحي زين بيرمز إليه بالحرف B small. فبي كابيتال بتخلي الشخص ما يحمل هذه الصفة، يكون شخص سليم. بينما الشخص اللي بيحمل هذه الصفة راح يكون عنده الجين المتنحي. لكن أعزائي الطلبة أبغيكم تركزون، كيف عملنا على كتابة هذه الجينات؟ كيف عملنا على كتابة هذه الجينات؟ بأي طريقة؟ فمنلاحظ في الأنثى بما أن عندها كروموسومين X جنسيين اثنين X كابيتال وهذه X، فبالتالي الجين السائد وهو B كابيتال وB كابيتال، فكتبناه X B كابيتال، ما كتبنا ال X ووضعنا ال B في نفس مستوى ال X، خطأ، وإنما الكتابة بتكون X نفس ما نسوي الأصف الرياضيات برفعها إلى الأعلى B كابيتال. لماذا؟ لأن الجين محمول على الكروموسوم، فبالتالي عند كتابة الكروموسوم والجين أيضا المرتبط بهذا الكروموسوم، فبالتالي بنضع هذا الجين في الأعلى. هذا بالنسبة إلى الجين السائد B كابيتال، الجين السائد، الجين السائد لأنه بيؤدي إلى أن يكون هذا الشخص سليم، أي يستطيع أن يميز اللون الأحمر واللون الأخضر. إنزين، ممكن تقولون من وين جبنا حرف البي؟ أذكركم في درس الأمس، إذا بنكتب الطراز الجيني إلى الإنسان أو أي مخلوق حي نبات أو حيوان لصفة وراثية أو إلى مرض وراثي، كيف ممكن أشتق الرموز مالت الجينات؟ راح نشتق رموز الجينات عن طريق مسمى الصفة باللغة الإنجليزية. فالصفة هذه عمل ألوان وهي صفة متنحية في الإنسان لكن بتظهر زين، فبالتالي ممكن اسمها باللغة الإنجليزية البلادنس، البلادنس، فالحرف الأول منها بي كابيتال. إذا ما كنت أنا أعرف الاسم باللغة الإنجليزية، هل في هالحالة أنا أتعطل كطالب؟ لا، في هالحالة ممكن أنا أختار حرف وأكتب نرمز إلى الحرف
أكتب كتابة، نرمز إلى الحرف اللي بيكون سليم لا يحمل هذه الصفة مثلاً A capital، بينما الشخص المصاب أو إلا راح تظهر عليه هذه الصفة A small. ففي هالحالة معناته أن افترط رموز معينة لتوارث هذه الصفة. فعزيز الطالب أبغيك تركز في هذا الجانب، أي صياغة الجينات إلا بتؤدي إلى ظهور هذه الصفة أو عدم ظهورها، سواء كان جين سائد أو جين متنحي. فإذا نروح إلى المسمى العلمي أو المسمى باللغة الإنجليزية عفوا إلى الصفة، باخذ الحرف الأول منها وبكتبه بالكابيتال لتر إلى الجين السائد، السمول لتر راح يكون إلى الجين المتنحي اللي بيؤدي إلى ظهور الصفة، بينما الكابيتال لتر إلى الجين السائد اللي بيؤدي إلى عدم ظهور هذه الصفة. ولكن أيضا أرجع مرة أخرى، كتابة هذه الرموز أي اللي بتمثل الجينات نكتبها بما أنها مرتبطة بالجنس، فبالتالي بتكتب بالأس أي X B كابيتال في الأعلى، نفس الشيء هنا X B كابيتال في الأعلى. هذا لما تكون عندي الأنثى سليمة، عندما تكون الأنثى سليمة. أيضا ممكن تكون الأنثى مصابة، بتكون في الحالة X B small X B small. وأرجع مرة أخرى، لاحظوا أعزائي الطلبة وين كتبنا حرف البي، أي الجين المتنحي المرتبط بالكروموسوم تم كتابته في الأعلى، أي X أص بي سمول، فبالتالي راح تكون الأنثى في هالحالة مصابة. أما الأنثى السليمة أيضا لكنها توصف بأنها حاملة إلى الجين المتنحي اللي بيؤدي إلى ظهور هذه الصفة، أو تسمى أحيانا هجينة، بتكون X بي كابيتال و X بي سمول. فإذا في هناك ثلاث حالات إلى الإناث زين لتوارث صفة عمى الألوان، إما أنها تكون سليمة أو مصابة أو أنها تكون حاملة. نقارن هذا التوارث في الذكر أي عند الرجل، فمنلاحظ الرجل راح تكون عنده فقط حالتين، إما سليم أو أنه يكون مصاب. ليش؟ لأن منلاحظ أعزاء الطلبة عنده إكس واحدة، والجين المسؤول عن توارث هذه الصفة بيكون محمول على كروموسوم إكس، فبالتالي منلاحظ أن إكس إذا حملت هذه الإكس بي كابيتال أي مال الجين أو الجين المسؤول أن يكون الرؤية سليمة، يستطيع الشخص أن يميز اللون الأحمر والأخضر فبالتالي راح يكون سليم. أما عندما هذه الإكس بتحمل الجين المتنحي وهو بي سمول، راح يكون في هالحالة الذكر مصاب. فإذا الذكور راح تكون عندهم حالتين فقط. لماذا؟ لأن الذكر لديه كروموسومات جنسية بيكون واحد فقط، فبالتالي راح يكون عنده حالتين. هذا عندنا بالنسبة إلى الطراز الجيني إلى في كل من الذكور والإناث لهذه الصفة. نشوف الآن أعزائي الطلبة تطبيقها، كيف ممكن أن هذا الطراز الجيني لو أعطيت مسألة أقدر أطبق هذا الطراز الجيني في المسائل المعطاة إلي. فشوف في البداية هذا المثال الأول، وهو عاطيني مباشرة قال لي مربع بنت أدناه الأم سليمة لكن ماذا؟ حاملة لصفة عمى اللونين، زين؟ لأنها تمتلك جينا متنحيا لعمى اللون على أحد الكروموسومات الخاصة بها. الأب سليم لا يمتلك الجين المتنحي، وتمثل الصفة المرتبطة بالجنس بكتابة الجين على كروموسوم X. اكتب الطراز الجيني والشكلي لأبناء هذه العائلة. لاحظوا أعزائي الطلبة أنا بديت لكم بمسألة جدا سهلة، راح نعطيكم أيضا ممكن تجي لكم أيضا فيها بعض الأفكار. فهنا الأم سليمة لكن هذه الأم السليمة حاملة إلى الصفة، فبهذه الحالة هذا عندي ممكن في هذا المربع هذه الأم
هاي الأنثى وهذا بيكون الذكر. فممكن إحنا نكتبها رمز الأنثى أرجع بهذا الشكل، ورمز الذكر دائرة والسهم إلى الأعلى. زين، بعدين معناته في هذه الجهة بتكون عندي، بتكون عندنا إن شاء الله الجينة الأمشاج مال الذكر، بينما في هذا الجانب راح نكتب في هذا العمود الأمشاج للأنثى. وأعزائي الطلبة أكرر عليكم، كون متأني وعندك الدقة في كتابة الأمشاج، لأن كل ما كنت دقيق اقرأ المسألة بتأني بدقة. ليش؟ لأن راح تمثل لك معطيات بتساعدك في إيجاد الحل. ففي هالحالة ممكن أنت من خلال قراءتك في البداية تركز وتكتب الأمشاج بشكل صحيح علشان النواتج جميعها تكون أيضا صحيحة. فلو جينا إلى أولا الأم حاملة للصفة، معناته راح يكون عندها X و X، وأكتب لكم الجينات. طبعا ما راح أكتب الجين في مستوى X خطأ، ولا أكتب الجين مباشرة بدون X أيضا خطأ عزيز الطالب. فبتكون حاملة معناته B كابيتال وبعدين B سمول. أيضا عزيز الطالب أبغي أذكرك بجانب أمس ذكرته إلك، وهو إذا بتكتب الصفة نفس الحين إحنا الأم حاملة، أكتب أن طبعا الجينات من اليسار إلى اليمين، لكن أبدأ بالجين السائد ثم الجين المتنحي، فبيكون بي كابيتال بي سمول. نبتدي بالجين السائد ثم الجين المتنحي. في حالة لما تكون الصفة لدى الشخص بتكون هجينة أو حاملة، فهذا الجانب أبغيك عزيز الطالب تركز عليه. نواصل، نجي إلى أمشاج الأب اللي هو الذكر. قال لي أن الأب بيكون سليم. أيضا عزيز الطالب يمكن تتلخبط تقول أوه يمكن أني ما يجي في ذهني الجينات، زين التركيب الجيني أو الطرز الجينية إلى وراثة صفة عمى الألوان. ممكن أنا أكتبها في بوكس على جنب جهة اليمين أو اليسار، ومن ثم أستعين فيها في الحل. فهذا أيضا جانب يساعدك في ترتيب أفكارك وفي كيفية الحل، فهذا أيضا ممكن عزيز الطالب تحطه في اعتبارك. فالأب معناته بيكون، بما أنه راح يكون صفة مرتبطة بالجنس، فلا أنسى أكتب الكروموسومات الجنسية، والذكر عنده إكس واي. طبعا الذكر قال لي سليم، معناته راح يكون موجود على كروموسوم إكس وليس واي. واي راح يكون خامل ما يحمل جين الصفة، فبما أنه راح يكون سليم معناته بيكون بي كابيتال، لأن إذا كان بي سمول معناته عند الجين المتنحي فراح تظهر عليه الصفة، ففي هالحالة راح يكون سليم. نتابع الآن. طبعا في هالحالة احنا طالبين من عندنا شنو؟ الطراز الجيني إلى الأبناء. كنت تقولون احنا نبسين نطلع الأبناء. عزيز الطالب أبغيك لابد علشان تطلع الأبناء الطراز الجيني إليهم والشكلي، لازم بتوقف عند الطراز الجيني إلى الآباء، لأنه هو اللي راح يساعدك، وإلا ما راح توصل إلى الحل بصورة سريعة بصورة صحيحة. ففي الحالة ممكن نواصل، فبيكون X X وبيكون هنا بي كابيتال بي كابيتال. أيضا هنا راح يكون X X، ولاحظ عزيزي الطالب شلون كتبت الجينات بي كابيتال بي سمول. ابتديت بالجين السائد ثم المتنحي، أواصل بيكون X بي كابيتال Y، وبيكون هنا X بي سمول Y. فطلعنا الأبناء. زين، ففي هالحالة طبعا احنا وجدناهم. زين، ففي هالحالة ممكن أيضا نوجد شنو؟ الطراز الشكلي. الطراز الشكلي للأبناء طبعا راح أطلعه من خلال قراءتي للطراز الجيني. فراح يكون عندنا في هالحالة الإناث، راح يكون الإناث 50% بيكون طبعا هي 100% راح تكون سليمة، لكن بيكون منهم 50% 50%
راح تكون سليمة نقية، وبتكون 50% بتكون سليمة لكن حاملة. هذا بالنسبة للإناث. لو جينا إلى الذكور، الذكور بنلاحظ 50% منها راح يكون سليم و 50% راح يكون مصاب، فبيكون 50% سليم و 50% راح يكون مصاب. هاي عندنا عزيز الطالب ممكن تحصل الإجابة بهذا الشكل، أيضا راح أمسحها إليك وأطلع لك الإجابة، نحاول تحل إياكم مباشرة في هذا المربع، فبيكون بهذا الشكل. هذا عندنا بالنسبة للمثال الأول. نشوف آخر مثال وننهي موضوعنا، وهو عاطيني المثال الثاني بهذا الشكل. تزوج رجل مصاب بعمل ألوان، زين، من امرأة سليمة لكنها تحمل الجين المتنحي. اكتب الطراز الجيني لأبناء هذه العائلة وما نسبة الإصابة، إصابة الأبناء الذكور والإناث بعمى الألوان. نفس الشيء عزيز الطالب، بتجي في الحالة بتحط، بيكون أولا ابتدى بالرجل والأنثى، تكون هاي عبارة عن الآباء أساس ما خليك تميز. بنشوف بما أنه صفة عمل ألوان مرتبطة بالجنس، فمباشرة بكتب الكروموسومات. إذا عزيز الطالب كتبت مباشرة الجينات بدون ما تربطها بالكروموسومات راح تكون إجابتك خاطئة. احرص أن أنت تعرف تميز أن هذه صفة مرتبطة بالجنس، فبالتالي لابد من كتابة أولاً الكروموسومات الجنسية، بعد ذلك اربط هذه الكروموسومات بالجينات. فالرجل مصاب بعمى الألوان معناته راح يكون عنده بي سمول، ما بكتبها على كروموسوم واي راح تكون إجابة خاطئة، لأن كروموسوم واي لا يحمل جين هذه الصفة، بيكون خامل، فقط موجودة على كروموسوم اكس، لأن الصفات المرتبطة بالجنس بتكون محمولة عادة على كروموسوم اكس وليس كروموسوم واي. نجي إلى الأنثى، المرأة سليمة لكنها حاملة للمرض، فبيكون بي كابيتال بي سمول. بعدين بنطلع الأمشاج، وممكن نسوي أيضا في نفس الوقت الجدول، وبيساعدنا هذا الجدول على الكتابة وإيجاد الطرز الجينية. فحطيت هنا بيكون الذكر بيكون اكس بي كابيتال، بيكون الذكر زين، بيكون هني الذكر، بس أوضح لكم النقطة هذه، هني راح تكون الأنثى وهني راح يكون الذكر، إخواني، فبيكون الأنثى بتكون حاملة اكس بي كابيتال اكس بي سمول، بينما الذكر بيكون مصاب اكس بي سمول واي، فبالتالي راح تكون كروموسومات الجينات للذكر اكس اكس بي سمول وواي، هذه الامشاج للذكر، بينما الانثى بتكون حامله تحمل الجين، فبالتالي راح تكون اكس بي كابيتال واكس بي سمول. ارجع اكرر مره ثانيه، الانثى راح تكون حامله فبتكون اكس بي كابيتال اكس بي سمول، بينما الذكر الكروموسومات الجنسية عنده راح تكون X و Y، وبما أنه راح يكون مصاب أي بكون عنده عمى الألوان فراح يكون عنده الجين المتنحي، فراح يكون X B small، فراح تكون جيناته X B small و Y. طبعا إذا ضبطنا في هالحالة الأمشاج نقدر نسوي الناتج مال هذا التزاوج ونطلع بالتالي الطرز الجينية إلى الأبناء.
فراح يكون بهالحالة في هالشكل x b capital x b small و x b capital y. كذلك نتابع x b small و x b small. لو تابعنا أيضا بيكون عندنا x b small و y. بنلاحظ أن النواتج لو طالب من عندنا أيضا طلعنا الطراز الجيني إلى الأبناء نبغي نسبة الإصابة. طبعا بتطلع نسبة الإصابة بعد ما توجد الطراز الجيني إلى الأبناء. فبنلاحظ أن الإناث راح يكون 50% منهم راح تكون سليمة لكنها حاملة، و 50% راح تكون مصابة، بينما الذكور بنشوف ان الذكور راح يكون في الحالة عندنا سليم وعندنا راح يكون مصاب، فبيكون 50% منها راح يكون سليم و 50% راح يكون مصاب. ففي هالحالة معناته قدرنا نميز ونطبق قانون أو الصفات أو قانون الصفات المرتبطة بالجنس. أعزائي الطلبة مرة أخرى أذكركم بنقاط جدا مهمة، إن الصفات المرتبطة بالجنس محمولة على الكروموسومات الجنسية وليست الكروموسومات الجسدية، أي في الأنثى على كروموسوم X وX الزوج رقم 23، وفي الذكر موجودة على كروموسوم أيضا الزوج رقم 23 XY ومحمولة بالذات على كروموسوم X. ألتقي إياكم إن شاء الله في موضوع آخر، وأشكر إليكم حسن متابعتكم، وإن شاء الله نتابع مرة ثانية. شكراً.